وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف السفير صلاح هيمان مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أرحب بك. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. سيادة السفير، زيارة هامة اليوم تابعناها لولي العهد، وبالتأكيد هناك مجالات كثيرة للتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية. كيف تقرأ أهمية توقيت هذه الزيارة؟ لا شك واضح أن هذه الزيارة تمثل نقلة نوعية كبيرة جدا في العلاقات ما بين البلدين، خاصة في هذا التوقيت الذي يحتاج إلى مزيد من التعاون وفتح آفاق أرحب لكافة المجالات التي يشملها التعاون، بل وهناك تحديد يعني إضافات أخرى لمجالات تضاف إلى الرصيد التراكمي من المجالات التي بالفعل تشهد العلاقات. واضح من خلال هذه الزيارة وما تم فيها من توقيع لمذكرات تفاهم أن مجالات التعاون القائمة تم تعميقها، وأيضا مجالات التعاون تم توسيعها بشكل أكبر لتشمل قطاعات أخرى. واضح أيضا أن هناك اهتمام كبير جدا بزيادة حجم الاستثمارات، زيادة حجم التبادل التجاري، دخول قطاعات جديدة فيما يتعلق بالبنية التحتية خاصة الربط الكهربائي، قطاعات صناعية تتعلق بمجالات التعدين، القطاع السياحي وتنميته وتطويره بشكل غير مسبوق. أعتقد كما أشرت أن هذه تمثل نقلة نوعية كبيرة في العلاقات بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي. ربما من هنا تأتي أهمية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى. نعم، مجلس التنسيق الأعلى أعتقد هذه خطوة إيجابية وبناءة، وتمثل أيضا نقلة نوعية في الآلية التي يمكن أن تكون هي الأساس لوضع خريطة طريق ولتطوير وتعميق العلاقات بين البلدين. نعم، أعتقد كما أشرت أن هذه نقلة نوعية كبيرة في العلاقات بين البلدين، ليس فقط في المجال الاقتصادي، وإنما هذا أكيد له أساس في العلاقات، لأن أي علاقات اقتصادية لها مردود سياسي ولها أساس سياسي يؤكد على تطابق وجهات النظر والرؤية فيما يتعلق بتناول العلاقات في المجال السياسي وفي أيضا في مجال العلاقات المتعددة ما بين الطرفين مع هذه الأطر المتعددة، سواء كانت على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. نعم، وخاصة فيما يتم من تناول لقضايا يعني ساخنة في الوقت الحاضر، سواء كانت في منطقة البحر الأحمر أو سواء كانت في منطقة القرن الأفريقي أو سواء كانت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالدرجة الأولى. أهمية اتفاق الرؤى في القضايا السياسية بين الطرفين سيادة السفير، يعني كما تحدثت عن الشق الاقتصادي، تابعنا التوافق في القضايا العربية المختلفة تحديدا الأوضاع في غزة ولبنان. لا شك أنهم أكدوا على سيادة لبنان ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم الموقف اللبناني في مواجهة التحديات التي جاءت من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. أيضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واضح هناك تأكيد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفية القضية، وإنما يجب تسوية القضية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. هناك تأكيد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار وضرورة توفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفتح كافة الممرات التي تؤدي لتحقيق هذا الهدف. وفي نفس الوقت لابد أن يكون هناك كما أشرت أفق سياسي يتمثل في ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية وإقامة الدولة الفلسطينية. نعم، أيضا فيما يتعلق بسوريا ويتعلق بليبيا، من المؤكد أن هناك رؤية مشتركة بين الجانبين بين الطرفين تؤكد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وضرورة أن يكون هناك عدم تدخل في الشأن الداخلي لأي من هذه الدولتين، بالإضافة طبعا إلى ضرورة أن يكون هناك عملية سياسية سلمية تؤدي إلى تحقيق رغبات وطموحات كل من الشعب الليبي والشعب السوري. نعم، شكرا جزيلا لك السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف.